بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي شرع الصيام لعباده المؤمنين وفتح لهم به بابا ليلتحقوا بعباده المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الصائمين، مقاصد الصيام حكمه وأسراره التي كانت من وراء تشريع هذه العبادة العظيمة التي أضحت ركنا من أركان ديننا في الإسلام أيها المسلمون. في حديث ابن عمر كما خرجه أصحاب الصحيحين وغيرهما، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فأضحى صيام رمضان في ديننا معشر المسلمين ركنا من أركان الدين وشعيرة من شعائره العظام التي لا يتم إسلام امرئ إلا بتحقيقه. صيام رمضان ليس واجبا من واجبات الشريعة فحسب، بل ركن عظيم راسخ من أركان ديننا. وعباداتنا في الإسلام معشر المسلمين جاءت تؤدى في مظاهر بأركان وواجبات وشروط وسنن ونحوها. من وراء تلك المظاهر ورسوم العبادات التي تؤدى هناك مقاصد وحكم وأسرار عظيمة بليغة يجب العناية بها. شرع الله لعباده العبادات كلها من أجل أن يحققوا معنى التعبد لله عز وجل، والصيام واحد من هذه العبادات التي شرعت وفي طياتها حكم وأسرار عظيمة. نريد في هذه اللقاءات من كل يوم اثنين أيها الصائمون أن نقف وإياكم على حقيقة الصيام الذي أوجب الله عز وجل على المسلمين تحقيقه أيام رمضان من كل عام. الصيام تلك العبادة العظيمة التي خصت بهذا الشهر الكريم، شهر رمضان الممتلئ خيرات وبركات ونفحات وهبات، جاء متضمنا لعبادة الصيام. فكان الصيام في ظل هذا الشهر الكريم يحمل روعة وسرا وحكمة إلهية بليغة جليلة، نريد تدارسها والوقوف عليها وتأملها والبحث عنها في ثنايا نصوص الشريعة التي جاءت في بيان رمضان وأحكامه وعباداته. صيامنا في رمضان أيها المسلمون هو إمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات منذ طلوع الفجر الثاني من كل يوم من أيام رمضان وحتى غروب الشمس. إمساكنا عن المفطرات، الطعام والشراب والجماع وسائر ما يلتحق بحكمها هو صورة العبادة ومظهرها. مظهر الصيام وصورته هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات. من وراء هذا المظهر يقف سر عظيم ومقصد جليل يريد الله عز وجل بعباده أن يحققوه، وذاك جاء صريحا في كتاب الله الكريم في أول آية في سياق آيات الصيام في سورة البقرة. فقد قال ربنا الكريم سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أجل، إنه قوله لعلكم تتقون. تحقيق التقوى في قلوب الصائمين هو أعظم مقاصد الصيام ورأسها، الذي إذا تحقق وجد العبد من صيامه أثر الصيام وثمراته وبركاته. وحتى نقيس هذا على عبادة كالصلاة، هي أوضح وأكثر جلاء في حياتنا معشر المسلمين. شرع الله عز وجل الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة، وفي كل صلاة ركعات معلومات، وفي كل ركعة أركان تؤدى: قيام وقراءة وركوع وسجود وما يتخلل ذلك من الواجبات والسنن وما يسبقها من الشروط وما يعترضها من النواقض. تأملوا معي رعاكم الله، عبادة كالصلاة شرعت بصورة محددة وأركان وهيئات معلومة محدودة، ذلك هو صورة العبادة ومظهرها.
ومن وراء ذلك عبادة الصلاة، يقف من ورائها مقاصد تتحقق. قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا أقيمت الصلاة في حياة العباد على الوجه الذي أراد الله، كانت كفيلة بأن تحقق هذا المقصد في حياة المصلين: الانتهاء عن الفحشاء، الانكفاف عن المنكرات. هذا المقصد في الصيام يتحقق إذا حقق العبد معنى الصلاة كما أراد الله. ومعنى الصلاة أيضا ليس هو مجرد الركوع والسجود والقيام والقراءة وما يتخلل ذلك من العبادات، هذا هو رسم العبادة وصورتها وظاهرها، لكن روح الصلاة وحقيقتها التي تكون بها حياتها هو الخشوع. خشوع المصلي في صلاته هو حياة صلاته، هو روح صلاته وحقيقتها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ينصرف المرء من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل. أرأيتم متى فقدت الصلاة خشوعها الذي هو روحها وروحانيتها وسرها وجوهرها؟ فقدت أثرها في حياة العباد. نعم، يصلي المصلي ويكون في صلاته محافظا على الأركان والواجبات والسنن والشروط، متجافيا أيضا عن مبطلات الصلاة ومفسداتها ونواقضها، كل ذلك تؤدى به الصلاة، نعم، وتبرأ بها الذمة، نعم، ويسقط الواجب ولا يطالب بقضاء ولا إعادة. لكن السؤال: هل صلاة كهذه إذا خوت من الخشوع الذي هو روح الصلاة، هل ستؤدي أثرها ومقصدها الكبير في حياة العباد؟ الجواب لا، لأن صاحبها إنما صلى صلاة في صورتها الظاهرية وشكلها الخارجي، فلم تعد تحمل روحها وحقيقتها. أما إنها تبرئ الذمة كما قلت، وتسقط التكليف الواجب كما أسلفت، لكن أن تجد أثرها متعة وسعادة وانتهاء عن الفحشاء والمنكر كما قال الله، فهذا متوقف على تحقيق روح الصلاة وحقيقة الصلاة ومقصد الصلاة العظيم. ومن ذلك فإن نجد كثيرا منا يصلي، يحافظ على الصلاة ولا يفوته فرض بفضل الله، لكن يجد ضعفا في تحقيق هذا المقصد في حياته في الصلاة، فلا يزال متوانيا عن الواجبات، ولا يزال مسرفا غارقا مفرطا على نفسه في الفحشاء والمنكر كما قال الله. فأين نذهب بقول الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ونحن لا نجد أثرها في حياتنا؟ والجواب أننا لم نصلي صلاة ملؤها الخشوع الذي هو روح الصلاة وجوهرها وسرها، ففقدنا أثرها بالتالي. كذلك الشأن رعاكم الله في كل عبادات الإسلام، متى فقدت روحها العبادة، إذا فقدت روحها واقتصرت على ظاهر شكلها وهيئتها المجردة، استحالت إلى عبادة تبرأ بها ذمة المكلف، نعم، لكن أن يحقق أثرها فهذا متوقف على تحقيق روح العبادة وسرها. عودوا معي الآن إلى الصيام الذي قال الله فيه: لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. وحتى تفهموا معي حفظكم الله، إن الله عز وجل لما قال لعباده: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعل هنا التي يخبر بها ربنا ليست للاحتمال والتردد، ليس معناها جرب قد تصل إلى التقوى وقد لا تصل، لا، هي معناها تحقيق الوقوع. كتب عليكم الصيام حتى تكونوا أتقياء، لتحققوا التقوى في حياتكم، لتتخرجوا من صيامكم عبادا أتقياء صالحين. والقضية جاءت مؤكدة في سياق آيات الصيام حفظكم الله، فإن آيات الصيام ذاتها في سورة البقرة جاءت وتتحدث عن أحكام الصيام والإمساك والمفطرات، وفي آخر آية في سياق آيات الصيام قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ختمت الآية وهي منتهى
سياق آيات الصيام في البقرة بقوله تعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. إنها التقوى مرة أخرى. فآيات الصيام افتتحت بالتقوى وختمت بالتقوى في سياق آيات معدودات، صدقوني ليس مصادفة ولا عشوائية، كلام حكيم خبير. ابتدأت آيات الصيام بالتقوى وختمت بالتقوى، وما بينهما من أحكام الصيام والمفطرات هي عون للعبد على تحقيق التقوى التي أرادها الله عز وجل من عباده في فريضة الصيام أيها الصائمون. والسؤال الكبير الآن المهم الذي جئنا نتدارسه ونتباحثه ونتحدث عنه في مجلس كل اثنين من كل أسبوع إن شاء الله خلال هذا الشهر المبارك، السؤال الكبير يقول: أيجد أحدنا حظه من التقوى في كل يوم يصومه من رمضان؟ والله يقول: لعلكم تتقون. أيشعر أحدنا وقد صام اليوم ثاني أيام رمضان ومقبل على الليلة الثالثة، أيشعر أنه بصيام ثاني أيامه قد قطع خطوتين في طريق التقوى وقد صام يومين في سبيل الله من فريضة الصيام؟ مؤسف أن يكون الجواب ليس بعد، مؤسف أكثر أن نكون صمنا رمضان في أعوام سابقة ولا يشعر أحدنا أنه قد اندرج في عداد عباد الله الأتقياء. إذا كان الله يقول لعلكم تتقون، فما بالنا لا نتقي؟ فما بالنا لم نوصف بالتقوى؟ ما بالنا لم نشعر بهذا المعنى العظيم، معنى التقوى الذي عاشه العباد الأتقياء فعاشوا حياتهم في أروع صورة وأجمل مظهر سطره التاريخ ونقله لنا الأسلاف في حياة الأتقياء، عبادة الأتقياء وسيرة الأتقياء، أين نحن من هؤلاء؟ والله يقول لعلكم تتقون. حديثنا هو محاولة أيها الكرام لأن نستكشف أسرار الصيام ومقاصده وحكمه البديعة العجيبة التي أرادت الشريعة أن تكون في طيات الصيام بين أيدي الصائمين وفي متناولهم لينخرطوا في عداد الأتقياء. لما أراد الله عز وجل من عباده أن يصوموا، صدقوني أراد منهم أن يكونوا عبادا أتقياء. لما شرع الله لعباده الصوم شهرا في السنة أراد منهم سبحانه وتعالى أن يتعلموا في مدرسة التقوى كيف يصبحون أتقياء بنهاية الشهر. ونحن في كل يوم نصوم ونقوم ونقرأ القرآن ونصلي ونقنت وندعو الله ونساهم في ألوان وألوان من البر والعمل الصالح، إنما نرجو أيام رمضان في أعظم ما يرجوه الصالحون أن نحقق التقوى وأن نستلذ بحلاوتها وطعمها الذي تلذذ به الأتقياء في تاريخ الأمة الطويل. لعلكم تتقون مقصد جاء خلف فريضة الصيام، وهذا المقصد يتحقق في حياة الصائمين من خلال الصيام وسائر عبادات رمضان. هنا سنكشف الغطاء لنقول: من ظن أن الصيام إمساك مجرد عن الطعام والشراب ما بين الفجر إلى المغرب فقد أساء الظن بشريعة ربه الحكيمة البالغة. لما؟ لأنه ظن أن الصيام مجرد اختبار قدرات على احتمال الجوع والعطش، وحاشا، ما كان الصيام في شريعتنا أيها المسلمون يوما اختبارا لقدرات الأبدان، كلا، بل هو والله اختبار لحقائق ما تحمله القلوب من التقوى والإيمان الصادق بالله عز وجل. إذا كنا نظن أن الصيام مجرد إمساك عن الطعام والشراب وصبر وتحمل على حر الشمس وعلى لهيب الأكباد وعلى تقطع الأجواف من العطش، فذاك ظن بعيد، لأن مجرد الإمساك عن الطعام والشراب يستوي فيه أيضا غير المؤمن مع المؤمن. ألا ترى إلى المنافق الذي ربما صام وهو كافر بالله ورسوله؟ فإنه ربما صام مراءة للمسلمين ومظاهرة لهم ومشاركة وإياهم، أتظن أنه يؤجر على صيام كهذا وقلبه خال من المعنى العظيم من الصيام لربه عز وجل؟ أيضا حاشا، بل حتى البهائم والحيوانات، وربما كان الجمل الذي يضرب به المثل في شدة التحمل والصبر على العطش والجوع ربما كان أكثر تحقيقا لهذا المعنى. أفيتحقق في الجمال والبهائم معنى الصيام أيها الصائمون؟ إذا لابد أن نتجاوز الفهم بأن الصيام إمساك مجرد عن الطعام والشراب، فهذا يشترك فيه المؤمن وغيره في أنحاء كثيرة.
لكن الصيام عبادة تقوم أولا بقلب الصائم، يمتلئ وينطلق من نقطة التقوى لله، يستزيد منها بصيامه حتى يحقق المعنى العظيم. لعلكم تتقون مقصد جاء صريحا في كتاب الله الكريم في آيات الصيام في سورة البقرة. هذه التقوى ما هي؟ التقوى التي جاءت كثيرا في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، التقوى التي ذكرت خيراتها، بركاتها، ثمراتها، آثارها، التي جاء القرآن كثيرا بالحث على الانخراط في التقوى وعلى سلوك سبيلها. يأتي الصيام في رمضان ليفتح للعباد أبواب التقوى ليكونوا أتقياء. التقوى التي قال الله عز وجل عن أصحابها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أرأيت؟ كل هذا حصريا لأهل التقوى. يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل له من أمره يسرا، يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يا إخوة، أيها الصائمون، تفريج الكربات، توسعة الأرزاق، تيسير العسير، تكفير السيئات، تعظيم الدرجات، كل هذا جعله الله فقط للتقاة من عباده، لأهل التقوى، التقوى التي يصلها العبد بعد جهاد طويل للنفس وشهواتها وأهوائها، التقوى التي يتربع عليها أهل الإيمان بعد مرحلة طويلة من الكفاح ومجاهدة النفس والصبر على شهواتها وإلزامها وإرغامها طاعة الله والاستباق في مرضات الله. تلك التقوى التي يصل إليها العباد بعد عمر من الكفاح والجهاد والمسايرة في هذا الطريق العظيم. يأتي الصيام كل سنة في رمضان ليقول للعباد المؤمنين: هلموا لتكونوا أتقياء لعلكم تتقون. في التقوى تظل ملازمة لصاحبها سمة تأخذ بيده نحو النجاة حتى آخر لحظة. ولما أقول آخر لحظة لا أقصد بها لحظة الموت، لكنها تلك اللحظة العصيبة التي يمتحن بها كل الخلائق على السواء، إنها لحظة العبور على متن الصراط فوق جهنم أجاركم الله، التي قال الله عنها: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وإن منكم إلا واردها، يعني جهنم، والمقصود بالورود ها هنا العبور على الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا فقط، ونذر الظالمين فيها جثيا. إذن إلى آخر لحظة لا يزال الأتقياء هم الناجون والسعداء، هم الذين يظفرون بكل العطايا الإلهية، أصحاب التقوى. ثم ننجي الذين اتقوا فقط، صاحب التقوى ومن حمل معه من دنياه رصيدا من التقوى، ومن استكثر في دنياه من التقوى، ومن حمله معها إلى آخر لحظة، هو الذي سينجو عند العبور على الصراط. وفي الحديث الصحيح الذي تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف السائرين المجتازين على الصراط واختلاف درجاتهم، فقال: فمنهم من يعبر الصراط سريعا كلمح البرق، ومنهم من يعبره كالريح المرسلة، ومنهم من يعبره كالجواد المضمر، ومنهم من يحبو حبيا ويتكفأ تكفؤا. أتدري ما هذا؟ إنه رصيد كل واحد من العباد من إيمانه وتقواه في قلبه، هذا الوقود الذي ستنطلق به غدا على صراط جهنم عبد الله، هذا الوقود الذي تحتاج أن تتزود منه اليوم، لأن ربك قد قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. العاقل والله من جمع رصيده من التقوى، لأن الله إنما خاطب العقلاء: واتقون يا أولي الألباب. العاقل من جمع من دنياه هذه قدر ما يستطيع من التقوى، لأنه يعلم أن وراءه امتحانا وكربا وبلاء عظيما هو العبور على متن الصراط فوق جهنم، وهو يعلم أنه بقدر ما يحمل من الإيمان والتقوى سيكون عبوره على الصراط. فمن كان منا أكثر تقوى وإيمانا وصلاحا كان عبوره على الصراط أسلم وآمن وأسرع، ومن كان دون ذلك كان عرضة للمخاطر تتخطفه الكلاليب، تتجاذبه، يوشك أن يقع. ما هذا؟
هو ضعف الرصيد الذي تزود به العبد في دنياه من التقوى.